الحصاد من قناة الفلوج. أهلا بكم في نشرة أخبارية مفصلة من قناة الفلوجة، معكم محمد الكبيسي وسودة طارق. أهلا بكم، نبدأ هذه النشرة بأهم ما فيها. مستعدون لإنهاء انسداد قصر السلام يقول البارتي، والثلاثي يؤكد ماضون بثبات صوب الأغلبية. البرلمان يضع اللمسات الأخيرة لقانون الأمن الغذائي، والعالم يحذر العراق من كارثة اقتصادية. ذوو الاحتياجات الخاصة يتظاهرون ضد قرار جائر تحويل مركز رئيسي لدعمهم إلى مول تجاري. خطر الحمى النسفية يتفاقم، الصحة تحذر 55 إصابة و12 وفاة منذ ظهور الفيروس. في ديالى صرح تعليمي يصبح حظيرة حيوانات، والسبب ملف متلكئ يقضي على عشرات المدارس. البداية من التطورات السياسية، حيث جدد رئيس الكتلة الصدرية النيابية حسن العذاري تمسك كتلته وحلفائها بتشكيل حكومة أغلبية وطنية بعيدا عن تقاسم السلطة والتوافقات التي أضرت بالبلاد والعباد. وكتب العذاري في تغريدة له على تويتر، بعد أن أثبتنا أننا غير متمسكين بالسلطة وأعطينا فرصة ذهبية للمستقلين لتشكيل الحكومة ورئاسة الوزراء، جاء الرد من بعضهم بالرفض، لكننا ماضون بالإصلاح، وما صراعنا السياسي إلا صراع من أجل الإصلاح لا من أجل تقاسم مغانم السلطة. من جهتها أكدت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني إخلاص الدليمي إصرار الحزب على منصب رئيس الجمهورية، مؤكدة أن باب الحوار مفتوح مع الجميع لمصلحة البلد. لحد هذه اللحظة الحزب الديمقراطي مصر، أولاً مصر على موقع رئيس الجمهورية، ومرشحنا لحد هذه اللحظة ما زال السيد ريبر أحمد، لكن نفتح الباب أمام جميع الشركاء حتى من غير التحالف الثلاثي لأن يلتحقوا لهذا التحالف لمصلحة البلد. لا نشكل على جهة معينة، ليس لدينا فيتو على شخصية معينة أو ليس لدينا فيتو على جهة سياسية معينة سواء من الإطار أو من غير الإطار، نفتح الباب كحزب ديمقراطي أمام الجميع. دعا النائب المستقل السجاد سالم لاستكمال عمل البرلمان وعدم تعطيل عجلة التشريع، مشددا على ضرورة المضي بتسمية رئاستي الجمهورية والوزراء، وكاشفا عن تبني النواب المستقلين مبادرة ستعلن قريبا. احنا مع بانه عمل مجلس النواب بانه تكتمل ركائزه، خاصه هي اللجان النيابيه المتخصصه، حتى نمارس دورنا الطبيعي في التشريع والرقابه. الامر اللي موجود هو ما بمصلحه عامه، هو معركه بين الكتل السياسيه على الرئاسات الثلاثه اللي ما مكتمل رئاستين لحد الان، واحنا اعطينا راينا في هذا الموضوع بانه لابد استكمال موضوع الرئاسات وحتى مجلس النواب يتم عمله ويلبي طموحات الشعب. اكو مبادره للمستقلين واكو تجمعات، الايام القادمه راح يطلع موقف نهائي منهم وراح يعلن في حينها بالإعلام. 4 أشهر مرت على انعقاد أولى جلسات البرلمان الذي أنتجته انتخابات تشرين، وما يزال التعطيل السياسي ينهش جسد الأداء النيابي. التفاصيل في سياق هذا التقرير. للشهر الرابع على التوالي ينجح المعرقلون في منع انعقاد جلسات البرلمان كنوع من الضغط السياسي، ليسببوا بذلك إرباكا تشريعيا ينعكس سلبا على الشارع العراقي. رغم ذلك يؤكد نواب إنهم ماضون صوب إكمال بعض مسودات المشاريع من أجل تمريرها قريبا. أعتقد هناك أيضا قوانين أخرى سيتم قراءتها في الأسبوع القادم. مجلس النواب عكف على أن يمدد الفصل التشريعي شهر، وخلال هذا الشهر يعني جملة من القوانين ستر النور إن شاء الله. في الأثناء يتحدث نواب عن عقوبات سيتخذها البرلمان بحق المعرقلين للعمل التشريعي والمتغيبين. كل من يتخلف عن الجلسات القادمة ويعمد عمدا يعمد إلى تعطيل الحياة في مجلس النواب وشلة، احنا تكون عندنا دعوة إلى المحكمة الاتحادية، هذا نعتبرها حنث باليمين الدستوري، يستوجب قطع جميع مخصصاتهم لحين أداء واجباتهم الدستورية. وإذا استمر مجلس النواب على هذا المستوى من الفشل، ما أبدا ما لبد
طموح الشعب العراقي، راح نكون مضطرين إلى أن نلجأ إلى القوانين والطرق الدستورية اللي أقرها الدستور العراقي لحل مجلس النواب، ونذهب إلى جولة من انتخابات قادمة. عقدة في منشار تشريع القوانين حائلة بين المطالب الشعبية والأزمة السياسية، تتجه التفسيرات نحو الضبابية في المشهد وفي البرلمان، حالة من الخذلان ترهق العراقيين الذين ينتظرون فرض سيادة القانون على السياسات التي تصنعها القوى التي يبحث معظمها على مطامع لنفوذها. من مقر البرلمان ببغداد، علي عبد الكريم، الفلوجة الفضائية. للمزيد ينضم معنا الباحث في الشأن السياسي محمد نعناع. مرحبا بك أستاذ محمد. تأثيرات وانعكاسات تعطل البرلمان منذ حوالي 4 أشهر على الوضع السياسي وعلى وضع الناس داخل العراق، كيف تراها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا، تحياتي لكم جميعا. بالتأكيد تأثير، هناك يعني نوعين من التأثيرات، تأثير مسار تشكيل الحكومة وهذا واضح جدا، وصلنا إلى هذا النوع من الاستعصاء الكتلوي على الاستحقاقات الدستورية والسياقات البرلمانية والقفز على أي فكرة جديدة من الممكن أن تفكك المشهد وتستبعد الخلطات السابقة والسيناريوهات السابقة وتذهب باتجاه سيناريوهات جديدة أو إعادة تشكيل معادلة السلطة من جديد ضمن الأغلبية الوطنية أو أي مشروع آخر يتجاوز الحالة التوافقية أو الشراكة أو المحاصصة أو الطائفية. هذا المسار مسار متعطل الآن وهو مسار تشكيل الحكومة. أما المسار الآخر وهو تعطيل المسار البرلماني، لأنه عدم الحضور، عدم استئناف تشكيل اللجان البرلمانية، عدم استئناف طرح مشاريع ومقترحات القوانين، هذا كله هو بسبب أن هنالك كتل لا تريد للعملية السياسية أن تمشي بشكل آخر غير الذي تفكر به، ولهذا المحصلة أو النتيجة النهائية هو تعطل تام بنشاط الدولة ما عدا النشاط الحكومي التصريفي الذي هو من المفروض أن يكون مؤقت ومرحلي، ويجب أن نعبر إلى مرحلة تنشيط الدولة بكافة مؤسساتها. طيب، هناك يعني حديث حول النواب المستقلين بأنه أعدادهم سترتفع في الجلسة القادمة لمجلس النواب، بمعنى أن يعني كفة إنقاذ الوطن سترتفع بحضور هؤلاء المستقلين، كيف تتابع هذه الأنباء؟ وهل ممكن أن يكون المستقلون بهذا الحجم والتأثير؟ يعني هو من الصعب الحقيقة التكهن بالخطوات الحقيقية أو الأرقام الحقيقية للمستقلين، كون أنهم يعني أولا غير منسجمين، ليس لديهم مشروع واحد وليس لديهم رؤى واحدة حول طبيعة تشكيل الحكومة. اصطدمنا بالفعل ببعض الكتل التي أعلنت أنها مع الأغلبية الوطنية ومن ثم تراجعت بعد الانتخابات، تراجعت عند عقد جلسة نصاب الثلثين لاختيار رئيس الجمهورية الذي يكلف رئيس الوزراء. لكن بشكل يعني عام وكمؤشر عام، نعم يعني هنالك بعض التوجهات الجديدة بالذهاب إلى إنجاح جلسة مقبلة لاختيار رئيس الجمهورية، لأنه رغم أن المستقلين ينقسمون إلى يعني على الأقل 3 أقسام وتلتحق بهم قناعات أخرى لنواب منفردين، ولكن يبدو أنه يعني كتل مثل امتداد الجيل الجديد وهم يعتبرون أيضا مستقلين عن الكتل الكبرى المكونة للمشهد العام والتي هي تدير معادلة السلطة منذ زمن بعيد. هذه الكتل يعني التحقت نوعا ما مع مشروع الأغلبية الوطنية، بالإضافة إلى نواب يعني أيضا تتبلور لديهم رؤى جديدة بخصوص مشروع الأغلبية السياسية الوطنية ودعمها حتى ينتهي هذا الانسداد. فمن المتوقع، يعني هو من الصعب التكهن بشكل دقيق، لكن من المتوقع أنه تزداد النسبة عن 200 التي وصل إليها إنقاذ وطن في الجلسات السابقة. يعني من أجل فك هذا الانسداد، يقول المستقلون بعد أن اجتمعوا قبل يومين بأنهم سيطلقون مبادرة أخرى تضاف إلى مبادرة الإطار وكذلك التيار الصدري، كيف ترى تأثير هذه المبادرة وهم سيعلنون عنها في قابل الأيام؟ يعني المبادرتين، مبادرة الإطار ومبادرة التيار أو مبادرة إنقاذ وطن وهو يتبناها، طبعا إنقاذ وطن هي ليست مجرد مبادرة التيار لوحده،
بل الكتل الثلاثة مجمع عليها فيما بينهم، يعني هاتين المبادرتين متقاطعتين لا يمكن أن تلتقيان أو لا يمكن أن المستقلين يجمعون فيما بينهما، هنالك مسار التوافقية العنيد المزمن الذي يطرحه الإطار التنسيقي والذي يغلب فيه أفكارا طائفية. أنا أقول بالإضافة إلى هاتين المبادرتين هناك مبادرة أخرى سيطلقها المستقلون. نعم هو أنا نعم نعم نعم، لذلك يعني لا يمكن للمستقلين أن يجمعوا بين المبادرتين، عليهم أن يعني أن يكونوا مع إحدى المبادرتين لكي يغلب مسارا ديمقراطيا حقيقيا، وليس أن يوفقوا مرة أخرى، لأن حالة التوفيقية يعني حالة غير مجدية للعراقيين. العراقيين الآن يعني مستنكرين بشكل كبير جدا الأفكار المزمنة التي أوصلتهم إلى حالة الفساد، ويريدون أن إنتاج أفكار جديدة أو أنماط جديدة من التفكير السياسي التي تخدم المواطن ويتكون ضمن برنامج حكومي وليس اتفاقات سياسية. وهذا أيضا ما يقع على عاتق إنقاذ وطن، أن لا يفكر فقط في مرحلة التوافق فيما بينهم، وإنما عليهم أن ينتجوا برنامجا حكوميا خدميا، وأيضا هو يراعي في نفس الوقت الحالة الأمنية وحالة العلاقات الخارجية حتى تكون حالة تكاملية وليس فقط الاتفاق بين الكتل السياسية. لذلك يعني تقاطع المبادرتين، مبادرة الإطار ومبادرة إنقاذ وطن، لا يمكن أن يجمع بينهما المستقلين، بل يجب أن يأتوا بمبادرة جديدة أو أن يدعموا إحدى المبادرات التي تغلب الحالة الديمقراطية. طيب يعني منذ فشل الكتل السياسية بعقد جلسة الانتخاب رئيس الجمهورية وإلى اليوم، هناك أطراف تتحدث بأنه بعض أفراد من الإطار التنسيقي ربما ستنضم إلى إنقاذ وطن، هل تعتقد أن هذا وارد؟ حتى كتل وليس فقط أفراد؟ لا شيء، نعم لا شيء مستبعد، كون أن عملية العض على الأصابع واستخدام الوقت وأيضا استخدام حالة الضغوط البنيوية يعني لداخل الدولة ولداخل الحكومة وكلها تستدعي أن يكون هناك انشطارات أو انشقاقات جديدة. وبالفعل يعني الإطار التنسيقي عليه ضغط كبير جدا من جماهيره، من حتى أجندات خارجية تستدعي أن بعض أطرافه ممكن أن تفكر بالانشقاق أو أن تفكر بالاتفاق مع أطراف من إنقاذ وطن، وهذا هو عينه ما حصل في مواسم انتخابية سابقة فيما بين سائرون والفتح. حتى في بداية تفاوضات هذه الحكومة هذه العامري كان قد ذهب إلى مقتدى الصدر وتحدثوا بشكل واضح عن اتفاق، ولكن عندما عاد رئيس منظمة بدر هذا العامري إلى الإطار التنسيقي تراجع عن اتفاقاته مع مقتدى الصدر من أجل الاتفاق على مسار توافقي جديد أو مسار لتشكيل الحكومة. فليس مستبعدا أن يكون هنالك انشقاقات أو انشطارات أو ترضيات تغلب طرفا على طرف آخر، وهذا في الإطار التنسيقي موجود ويوميا يتم الحديث عنه. شكرا جزيلا لك سيد محمد نعناع الباحث في الشأن السياسي على هذه المداخلة. الأخبار مستمرة. اقتصاديا، ترأس رئيس البرلمان محمد الحلبوس اجتماع اللجنة المالية حول مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية. وسبقت اللجنة المالية النيابية الاجتماع مع هيئة رئاسة المجلس بعقد اجتماع برئاسة حسن الكعبي تضمن وضع اللمسات النهائية على تعديل قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية. في الأثناء أكد صندوق النقد الدولي أن العراق يواجه تحديات ومعركة مصيرية لأجل الحفاظ على وجوده الاقتصادي، فيما حث على استمرار ارتفاع أسعار النفط وعدم توظيفه في الآليات السابقة، لا سيما مع وجود نحو 8 ملايين مواطن يعيشون تحت خط الفقر. ودعا صندوق النقد الدولي في تقرير نشره موقع ذا ناشيونال قادة العراق السياسيين إلى الاتفاق على الأهداف الاقتصادية التي ينبغي على الحكومة الجديدة تحقيقها، لافتا الانتباه إلى أن الدرس الرئيسي من تاريخ العراق الأخير هو أن مثل تلك السياسات ليست بسياسات دائمة مستقرة ولا تخلق فرص عمل كافية لأكثر من 800,000 شاب يدخلون سوق العمل سنويا في البلاد. تفاصيل أوفى عن تقرير صندوق النقد الدولي مع الزميلة أسماء زرمان. العراق على شفا الانهيار وملايين العراقيين يعيشون في فقر مدقع،
هكذا إذن يرى صندوق النقد الدولي المشهد في آخر تقرير له، داعيا القادة السياسيين في العراق لاتفاق ينقذ اقتصاد البلاد. إذن 8 ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر، يقول التقرير. 5 العراقيين بلا مصدر للطاقة الكهربائية أو مياه صالحة للشرب في ظل انعدام الخدمات الأساسية الأخرى. كما جاء في التقرير أنه يولد سنويا آلاف الأطفال في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة جدا. صندوق النقد الدولي أطلق نداء عاجلا للساسة. العراق يتأرجح على شفا انهيار بعد كل هبوط في سوق أسعار النفط العالمية، والتحديات التي يواجهها العراق لا تتفق ولا تقف عند ذلك، بل يواجه بلد الرافدين تهديد التصحر، وملايين العراقيين يهدد عقول التصحر والملوحة الشديدة وجودهم في مناطقهم. أجزاء إذن كبيرة من العراق لن تكون صالحة للسكن في الأعوام المقبلة، هكذا جاء في التقرير. صندوق النقد الدولي يؤكد أيضا ومجددا في تقريره، العراق يخوض معركة مصيرية من أجل البقاء والحفاظ على اقتصاده. إذن الأزمات والخلافات والحروب دمرت اقتصاد البلاد، يقول التقرير. والسياسات الاقتصادية الخاطئة وسوء الإدارة أيضا يبدد موارد العراق. صندوق النقد الدولي يختتم تقريره بدعوة، دعوة القادة العراقيين لإصلاحات شاملة حقيقية واستثمار ارتفاع أسعار النفط، مشيرا إلى أنها الفرصة الأخيرة لهم. ويتساءل التقرير، هل سيستغل العراق هذه الفرصة التاريخية أم سيبقى السلوك القديم سائد؟ أما الآن ينضم إلينا الباحث والخبير الاقتصادي الدكتور دريد عبد الله. أهلا بك دكتور دريد. هل من الممكن لك أن توضح لنا ما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي الأخير حول معركة العراق المصيرية للحفاظ على وجوده الاقتصادي؟ ما الذي يعنيه ذلك بالتحديد؟ مشكلة العراق الهيكلية البنيوية للاقتصاد العراقي خلال آخر 20 سنة هي بدائية، فبالتالي هاي المشكلة هيكلية الاقتصاد جعلت من العراق خلال هذه آخر 20 سنة عبارة عن دولة ريعية. هاي الدولة الريعية من مواصفاتها الرئيسية إنه ما تقدر تصدر إلا نوع أو نوعين من المنتجات وتعتمد في اقتصادها عليه. نعم. هذا البنك الدولي حاول خلال آخر 15 سنة من خلال سبع تقارير رئيسية إنه يشمل وضعية الاقتصاد العراقي. نعم. تفضل دكتور. الاقتصاد العراقي اليوم مشكلته التالي، مشكلته انه معتمد وخصوصا الناتج المحلي العراقي معتمد بنسبه 47% على وارداته من النفط، واللي هي تساوي الواردات النفطيه من عنده توصل الى حد يعني وصلت راح توصل هذه السنه الى حد 100 الى 120 مليار دولار. هذه بالنسبه للاقتصاد العراقي ليست فرصه حقيقيه، بل انه هي طبيعيه. العراق خلال الشهر الثالث والرابع من سنه 2022 صدر بما مجموعه حوالي 11 مليار دولار، لكن بقياس التضخم خلال فتره 40 سنه السابقه يبين انه العراق صدر كميه نفط بواردات اكثر من هذا الرقم خلال فترات متعدده من السبعينات والثمانينات وحتى نعم. بعد 2003. نعم، يعني انطلاقا مما تفضلت به يعني دكتور دريد، عندما اعلن في فتره سابقه الافلاس في لبنان سرت مخاوف حقيقة عراقية من إعلان عراقي مماثل، يعني هذه المخاوف مبررة تراها في ضوء ما تفضلت به وما أكده صندوق النقد الدولي كما يعني تشير خلال 7 تقارير أصدرها؟ نعم،
العراق يسير على نفس السكة اللي يسير عليها لبنان، اللي سار عليها لبنان، لكن بخطى بطيئة بسبب واردات النفط اللي تبطأ من النهاية، اللي هي نهاية وجود النفط في يعني كوارد رئيسي بالعراق. لأنه مثل ما قال صندوق النفط الدولي أنه خلال العشرين أو الثلاثين سنة المقبلة راح تتغير مزاجات الاقتصاديات الكبرى، وتتحول من النفط، من استهلاكها للنفط وحتى الغاز أو الوقود الأحفوري، إلى بقية أنواع الطاقة. وهذا من راح يجعل السلعة الوحيدة اللي يعتمد عليها العراق هو فقط للاستهلاك المحلي. نعم. أيضا دكتور، يعني ما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي يعني ارتفاع أسعار النفط على العراق أن يستثمر ذلك الارتفاع بعيدا عن الآليات السابقة، كيف يمكن تحقيق ذلك في ضوء الوفرة المالية الحالية؟ نعم، يستطيع العراق استخدام هاي الوفرة اللي موجودة من خلال زيادة نسبة الميزانية الاستثمارية اللي في بداخل الاقتصاد. العراق خلال فترة الخمسين سنة الأخيرة كانت نسبة الموازنة الاستثمارية تتراوح بين 20 إلى حد 55% من ميزانيات الدولة، بينما اليوم هي وصلت إلى 17%. وبالتالي فإنه ضعف هذه الميزانية مرد إلى أنه التخصيصات ستكون ضعيفة للمشاريع، وبالتالي البنى التحتية ستبقى بدون تطوير. نعم. يعني أيضا هل من الممكن الاستفادة من إنشاء الصناديق السيادية، وهي من بين الأفكار التي طرحت أخيرا دكتور دورايد، وإلى أي مدى يعني تستثمر هذه الوفرة المالية لدعم هذه الصناديق السيادية؟ الصناديق السيادية لدولة مثل العراق أعتقد هي رفاهية غير قابلة للتطبيق الحالي، لأن العراق اليوم الآن بمستوى التصنيف الائتماني العالمي هو بالمركز 16 من 19، وبينما لبنان اللي هو الآن اقتصاد المنهار هو بالمركز 17، بمعنى أن العراق بالتصنيف الائتماني هذا فكرة يعني يعطيك فكرة عن مشكلة الديون الخارجية والداخلية العراق. فمعناها أنه رفاهية عمل صندوق سيادي وإضافة أموال إليها أعتقد هي رفاهية غير قابلة للتطبيق اليوم بالعراق، كونه يحتاج تركيز على على استثمار هذه الأموال في بناها التحتية بدلا من تحويلها إلى صناديق استثمارية يمكن أن يستفاد منها في الخارج في استثمار بعض قطاعات يعني قطاعات الصناعة والزراعة. نعم. مع وجود دكتور أيضا نحو 8 ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر، بالإضافة إلى أكثر من 800,000 شاب يدخلون سوق العمل سنويا في البلاد، أهم الأهداف الاقتصادية التي يجب على الحكومة التركيز عليها. فعلا جيش العاطلين في العراق كارثي. خلال فترة العشرين سنة الأخيرة العراق وصل نسبة الذين يعملون من عمال وكسبة ومهندسين وبالإضافة إلى المتقاعدين إلى فردين من كل 10 أفراد في الشعب العراقي، وهذه هي تعتبر نسبة كارثية لما سبقها حتى من نسب. العراق خلال فترة 60 أو 70 سنة الأخيرة كانت نسبة تشغيل الشعب العراقي في نسبة من كل 10 أفراد كانت بين 5 إلى 5.5 فرد يتم تشغيلهم أو متقاعدين. هذه النسبة انخفضت خلال خصوصا آخر 10 سنوات
إلى هذه النسبة الضعيفة اللي هي فردين لكل 10 أفراد. هذا يجعل الشعب العراقي بكليته هو عبارة عن يعني بدون عمل. نعم. الباحث والخبير الاقتصادي الدكتور دريد عبد الله، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا. الأخبار مستمرة. استيقظ ذوو الاحتياجات الخاصة صباح اليوم على خبر صادم ومستغرب، قرار بتحويل مركز لدعم أبناء الشريحة المهمشة إلى مول تجاري. تفاصيل وفاة في سياق هذا التقرير. مركز السلام لتأهيل المعاقين قد يتحول بأي لحظة إلى مول تجاري ما لم يكن هناك قرار سريع لإنقاذه وإنقاذ الشريحة الأكبر من المعاقين التي تعتمد عليه. الإهمال والتقصير ليس الوحيدين اللذين يطالان ذوي الاحتياجات الخاصة الذين ارتفع عددهم بشكل كبير بعد العام 2003. كثير من أبناء هذه الشريحة المهمشة في بغداد استيقظوا على خبر مؤلم، فالمركز الأكبر الذي يقدم لهم بعض الخدمات المجانية ومنها العكازات قد يكون في خبر كان بعد قرار صادم بتحويله إلى مول تجاري. أنت شنو تعطي استثمار؟ هو هذا مين مالك؟ مين جايبه أنت يا مسؤول اللي انطيت هذا الاستثمار؟ هذا مالك مالك لفوق، مين جبته انت؟ المركز يشتغل لفئتين، فئه المعاقين خدمات كامله وخدمات الاضافيه كاي مركز صحي للمواطنين العاديين. احنا نستقبل ما بين 10,000 الى 13,000 شخص شهريا. تحويله بهذا الشكل بدون وجود بديل مناسب او شيء يناسب المواطنين اللي بده يراجعوه، هاي شغله جدا يعني مؤذيه للجميع. عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة نظموا تظاهرة في بغداد تنديدا بقرار تحويل مركز الدعم هذا إلى مول تجاري، ووجهوا مناشدة لرئيس حكومة تصريف الأعمال بالتدخل. مكان ما يقدمون يبنون يطورون انه بده يستلبون حقوقنا، احنا نطالب انه يلغون القرار. ناشد اكيد رئيس الوزراء انه هو الحل كله بيده، بس احنا نعتب على رئيس الوزراء. ليش؟ يا رئيس الوزراء ما يعرف بهاي الامور، المفروض عنده مستشار من ذوي الإعاقة يعرف بهاي الأمور. نستنكر هذا الاستخفاف بحقوق ذوي الإعاقة، يعني كان المفروض أنه هم يجددون هذا المركز، مو أنه يستخفون به وياخذوه يريدون يستثمروه بأمور أخرى، لأن إحنا بحاجة إلى مراكز تأهيل أكثر وأكثر. وعلى الرغم من عدم توفر أرقام دقيقة بأعداد ذوي الاحتياجات الخاصة، فإن منظمات أممية أكدت وجود نحو 5 ملايين فرد. سيف علي، قناة الفلوجة، بغداد. للمزيد ينضم معنا رئيس تجمع ذوي الإعاقة في العراق موفق الخفاجي. مرحبا بك أستاذ موفق. من هي الجهة التي تريد أن تحول مركز السلام لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مول تجاري؟ شكرا أستاذ محمد، وشكرا إلى قناة الفلوجة لهذه الفرصة التي للأسف تناغمت مع قرار مجحف وظالم وغير مدروس للاستيلاء والسطوة على أكبر صرح لذوي الإعاقة، مركز السلام لتأهيل ذوي الإعاقة في بغداد في زيونة. هذه الأطماع من الأشرار، هذه المطامع الشريرة فيما يسمى تحت عنوان فبركة الاستثمار. الاستثمار هذه الكلمة الفضفاضة التي نحن كأشخاص ذوي إعاقة لم نستشعر في بلدنا من الاستثمار سوى الكلمات والتايتلات في الفضائيات. الاستثمار هل وظف ذوي الإعاقة؟ هل أعطى أرباح إلى ذوي الإعاقة؟ هل عزز من قدرات وتمكين والفرص الحياتية الكريمة لذوي الإعاقة وفقا لما جاء في الدستور والقانون والتزامات العراق باتفاقية ذوي الإعاقة؟ اليوم هذا القرار الارتجالي المجحف الغير مدروس محسوب ومردود على المسؤول مهما كان صفته في الأعلى أو في الأدنى. يعني أنت لا تعرفون من هي الجهة بالضبط التي تريد تحويله إلى مول؟ أستاذي العزيز، إحنا عايشين بالعراق، عندنا رئيس وزراء، عندنا وزراء وعندنا برلمان. من المسؤول؟ من المسؤول؟ الشخص المعوق البسيط اللي حقوقه ضايعة ورايحة وكاتل الفقر والحرمان والتهميش والإقصاء هو المسؤول؟ طيب من أين علمتهم بأنه سيتم تحويله إلى إذا ما يدرون فهذه مصيبة. سيد موفق، نعم. من أين علمتم بأنه سيتم تحويله إلى مول تجاري؟ نعم نعم أخي العزيز، هذه صار محاولتين يتعرض لها هذا المركز. إحنا القضية مو قضية مركز، قضية غفلة المسؤول الكبير واستخفاف المسؤول الصغير.
الذي يتبادل ويتلاعب بالأوراق دون حلم المسؤول الأكبر. إحنا اليوم جينا من كل مناطق العراق في هذا المركز ووقفنا كدروع بشرية ومنعنا من تقرب شفل أو جريدر أو أي شخص بأي صفة كان، وقفنا دروع. شو يريد يسوي لنا؟ كراسي وعكازات ومخفوفين وأشخاص صم؟ شو يريد؟ إحنا ندوس عليه بكراسينا مهما تكون صفته. فكنا نتوقع يا أستاذ محمد وراء هاي الوقفة قلت لهم راح يخابرنا ويتصل بيكم المسؤول حتى يستفهم شنو الموضوع، ولا أذان من طين وأذان من عجين ولا يم الموضوع. بس موضوعهم استثمار، واستثمار كاذب. الغرض منه والغاية منه هو الاستحواذ وكسب الأموال بطرق غير مشروعة. طيب. لا تصب بمصلحة ومنفعة البسطاء والفقراء والمهمشين اللي هم 5 إلى 6 مليون من الأشخاص ذوي الإعاقة. لكننا نقول له المسؤول، أنت اليوم مسؤول باكر تغادر المنصب، لكن إحنا ما راح تطلع عندنا رجلين، ولا راح تفتح عيوننا كمكفوفين، ولا أصوم راح تنفتح أذاناتنا. إحنا الباقين وإنت الماشي. يعني اليوم ذوي الاحتياجات الخاصة يعني بشكل عام في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلد وفي ظل الحروب الحاصلة وارتفاع أسعار المواد الأولية، كيف يعيش ذو الاحتياجات الخاصة؟ من يلبي طلباتهم؟ احنا استاذ محمد فقط باعتباركم قناة محترمة والفلوجة ولكم متابعين كثيرين، من واجبنا احنا كخبراء مختصين في قضايا الإعاقة، اسمنا احنا اشخاص ذوي إعاقة وليس احتياجات خاصة. هذه اجت من اتفاقية CRPD اللي Convention Right for Persons with Disability، يعني اشخاص ذوي إعاقة هذا مسمى عالمي تم الاتفاق عليه في الأمم المتحدة. نعم، سؤالك على الحرمان والفقر، ليش هو ما يدري المسؤول الكبير في الدولة المشرع أو الجمهوري أو البرلماني ما يعرف ذوي الإعاقة يعيشون تحت خط الفقر بنسبة تزيد عن 80%؟ ونسبة التعليم المتاح الميسر الذي يكون وفق المعايير الدولية غير متاح، والصحة ووسائل المستلزمات والأدوات والمعينات الطبية من أسوأ وأردأ المناشئ وبأسعار خيالية. ليش هو ما يدري؟ إذا ما يدري غير يسأل، غير يتقصى، غير يتحرى، غير يشوف وين الحقيقة. الفقير وين رايح؟ وين يروح؟ إحنا اليوم بوقفتنا هذا الإعلان اللي وجهناه، إحنا بعد أن يئسنا من اللقاءات والتصريحات والمناشدات، اليوم كانت مناشداتنا إلى الأمم المتحدة بلاسخرت وإلى الاتحاد الأوروبي وإلى بعثة جامعة الدول العربية لعلهم يؤثرون على من في يدهم القرار والسلطة. ما معقولة هذولا أبناء بلدكم، هذولا ما جايين من برا، هذولا ورثة شرعيين لهذا البلد. النفط عبر 120 عبر 140 وما زال الفقير فقير، ما زال ذوي الإعاقة. مضى عليهم شهر رمضان قاسي جدا، ينتظرون صندوق الغذائية من الهلال وصندوق من الهجرة الدولية وصندوق من الصليب الأحمر. ليش؟ أنا زملائنا في دول عربية ودول محيطة من ذوي الإعاقة نلتقي بهم في اجتماعات ومؤتمرات يقول احنا ممنوع عندنا شيء اسمه مساعدات، احنا خير بلدنا يكفي وزايد. شرد اتباهبي، شرد اقول لاني، شرد اتفاخر. هو ده يشوفون بالفضائيات ويشوفون تصريحاتنا ويشوفون المظلومية دون استجابة، دون هناك ضمير حي يهز لملايين ذوي الإعاقة اللي يعانون العوز والفقر والحرمان، ولا من غير التصريحات الرنانة، الوعود الكاذبة، الورق المطبوع الذي ليس لنا منه إلا الورقة والحبر دون تنفيذ. انت شنو تطيع مسؤول تطينا وعد وانت ما قرر الميزانيه؟ من شلون تنفذ هذا الوعد مالك اذا ماكو ميزانيه؟ بجد ماكو بجد، تنفذ شي شنو ببلاش؟ شلون نسوي صحه؟ شلون نسوي تعليم؟ شلون نسوي توظيف؟ شلون نسوي اقتصاد؟ شلون يعني كانت هناك ميزانيه او لا سيد موفق؟ يعني وضعكم يبدو خلال السنوات الماضيه كان سيئا والان بدا أسوأ بسبب عدم وجود ميزانيه. انا اشكرك لمشاركتك معنا رئيس تجمع ذوي الإعاقة. مناشدة أخيرة إذا تسمح لي، مناشدة سريعة. باختصار سيد موفق. حقيقة من مبرركم سبق كان هناك وعد أن نلتقي الشيخ خميس الخنجر، نتمنى أن يفي بالوعد ونلتقيه أو من يمثله. شكرا جزيلا.
شكرا لك، وهذه المناشدة ستصل إن شاء الله إلى الشيخ خميس الخنجر، ويفي بوعده رئيس تجمع ذوي الإعاقة في العراق موفق الخفاجي. شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا. الأخبار مستمرة. صحيا، تشهد محافظات عديدة من البلاد انتشارا لوباء الحمى النسفية التي سجلت فيها حالات وفاة لبعض المصابين الذين تطورت حالاتهم، كما تعلن محافظات أخرى موقفا شبه يومي للحالات لديها، سواء بارتفاع عدد الإصابات أو تسجيل وفيات وكذلك حالات الشفاء. آخر تطورات الحمى النسفية جاءت بإعلان المديرية العامة للصحة في أربيل تسجيل أول إصابة مؤكدة لشاب بوباء الحمى النسفية، فيما أكدت دائرة صحة النجف انضمامها لقائمة المحافظات التي سجلت إصابات بالوباء، في حين كانت بوادر الأمل حاضرة في محافظة نينوى، إذ أكدت دائرة صحة المحافظة شفاء سيدة مسنة من الحمى النسفية التي تصيب الإنسان من خلال الانتقال إليه عبر حشرة القراد أو تناول اللحوم المصابة بالفيروس. هذا وأكدت صحة محافظة الأنبار عدم تسجيلها أي إصابة بوباء الحمى النسفية حتى الآن، موضحة أنها أعلنت حالة التأهب القصوى للتصدي لأي طارئ والاحتواء الأزمة. وخلال ندوة موسعة لمستشفى الفلوجة، عرض ممثل وزارة الصحة ودائرة الصحة المحافظة تعريفا بالإجراءات الصحية اللازمة تجنبا لانتشار الوباء في المحافظة. ومن جانبها أكدت دائرة صحة الأنبار أنها وفرت أماكن خاصة لعزل المصابين بالحمى النسفية في حال تسجيل أي إصابة، كاشفة عن التنسيق مع القوات الأمنية لمنع تنقل الماشية في المدن والأماكن غير المخصصة لها. تم توجيه المستشفيات بتهيئة ردهات العزل وتهيئة كافة المستلزمات يعني الأدوية اللازمة، وأيضا الاستعدادات لمواجهة أي حالة محتملة لا سمح الله. فيما يخص يعني تسجيل الحالات، لم تسجل لدينا أي حالة اشتباه لحد الآن والحمد لله. طبعا من ضمن الإجراءات أيضا تم يعني التواصل مع محافظة الأنبار والجهات ذات العلاقة من قيادة الشرطة والدوائر البلدية لأيضا رفع مستوى التأهب والاستعداد، وأيضا منع دخول الحيوانات وتنقلها بين المحافظات، خصوصا من وإلى المحافظات التي سجلت حالات بمرض الحمى النسفية. نعم، لم تسجل محافظة الأنبار حالة في هذه المرحلة، ولكنه قد تكون هناك حالات خاملة موجودة في كثير من الأحيان. هناك كثير من المواشي تحمل المرض ولا تظهر عليها علامات، وهذه هي تكمن الخطورة بالنسبة لمرض الحمى النسفية. المؤسسات الحكومية تخرج عن صمتها بشأن الحمى النسفية وتحذر من تحول الفيروس إلى وباء، 12 وفاة و55 إصابة في عموم البلاد. تفاصيل أوفى في سياق التقرير الآتي. باعتراف صريح لوزارة الصحة، الإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة الحمى النسفية لا ترتقي للمستوى المطلوب. يحتاج العراق إلى جهد أكبر لمواجهة الفيروس قبل أن يتحول إلى وباء. 12 وفاة أغلبها في جنوبي البلاد و55 إصابة قابلة للزيادة في حال لم تستنفر الجهود. دون المستوى المطلوب، نحتاج جدية ومتابعة أكثر من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالموضوع، من وزارة الزراعة وكذلك الجهات الأمنية والجهات البلدية وأمانة بغداد، خصوصا في متابعة موضوع الجزر العشوائي لأنه خطير جدا وهو بيئة مثالية لانتقال الأمراض، ليس فقط الحمى النسفية، هناك أمراض مشتركة أخرى ممكن أن تنتقل بهذا الشكل. 55 إصابة مؤكدة، أكثر من نصفها في ذي قار، وأيضا 12 حالة وفاة على الأقل، هم أكثر من نصفها في ذي قار. من جهتها، وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء كافة الجهات بالتعاون والعمل بفريق واحد لمواجهة الحمى التي أخذت بالتفشي.
هنالك استنفار حكومي توجيه لكافة الجهات المعنية وأيضا غير المعنية اللي لها علاقة وتماس. هنالك وزارة الزراعة هي الجهة الرسمية الأولى المعنية بهذا الأمر، ومن ثم وزارة الصحة تستقبل الحالات، كذلك وزارة الإعمار عبر الدوائر البلدية في المحافظات، هنالك الأجهزة الأمنية، هنالك استنفار فرق جوالة محافظات شكلت خلايا أزمة. كل هذه الفرق الجوالة بالتأكيد ترافقها قوات أمنية لمحاسبة الجزر العشوائي. ودعت الخلية الحكومية الخاصة بمتابعة ملف الحمى النزفية الأهالي إلى عدم التعاطي مع مصادر بيع اللحوم غير المرخصة، مشيرة إلى أنها استنفرت كل الجهود لمحاسبة المخالفين. من بغداد أنس يوسف، قناة الفلوجة. في الملف الزراعي، عقدت الجمعية الفلاحية التعاونية في الأنبار ندوة من أجل الارتقاء بواقع الزراعة في المحافظة. وطالبت الجمعية في بيانها بإشراك الفلاحين في وضع الخطة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي ودعم الفلاح بجميع الوسائل والمستلزمات التي من شأنها مساعدته بالاستمرار في الزراعة. وطالب أعضاء الجمعية بالرقابة على الجانب الزراعي في محافظة الأنبار والتحقيق بعمليات التزوير في العقود الزراعية ومستحقات الفلاحين. مشاركة الاتحاد باعتبار الممثل الشرعي للفلاحين والمزارعين في القطر لرسم الخطة الزراعية السنوية والموسمية. 2. توسيع مساحة الرقابة الجماهيرية على الدوائر المسؤولة عن تجهيز المستلزمات الزراعية على الفلاحين. 3. وضع العناصر ذات الخبرة والمهنية والنزاهة في مواقع المسؤولية في القطاع الزراعي. 4. توجيهات السيد وزير الزراعة الحالي والأسبق على إشراك الاتحادات الفلاحية في رسم الخطة الزراعية، لكن دوائر الزراعية لا تلتزم بذلك. 5. المطالبة بتحقيق معمق عن تزوير العقود واستلام الخطة التعويضية، يعني 5000 دونم. عمليات التجريف غير القانونية سرطان خطير يجتاح الأراضي الزراعية في الأنبار ويتسبب بتقليص الأراضي الزراعية بنسبة 50%. تقلصت نسبة الزراعة في العديد من المناطق الريفية إلى 50% بسبب عمليات تجريف الأراضي المخالفة للقانون، وهو أمر دفع مختصين للمطالبة بضرورة تفعيل القانون بشكل يحمي الأراضي الزراعية في الأنبار من الزحف العمراني. الفلاح اكو عنده اراضي يريد يزرع اراضي. احنا بالجزيره انا مشيك في عام 2028 ما ظل اراضي بالجزيره الانبار لزراعتها، ماكو، بسبب توسع بناء البيوت السكنيه. قانون 79 يقول يحرم بناء الدور السكنيه في الاراضي المستصلحه، ليش ما عملوا بيه؟ ما يقارب 200,000 دونم من الأراضي الزراعية في جزيرة الرمادي وحدها تحولت إلى مناطق سكنية، خصوصاً القريبة من نهر الفرات. فمنذ سنوات عديدة يقوم أصحاب الأراضي الزراعية على تقسيمها وبيعها على إنها أراضي سكنية بثمن أرخص من الأراضي السكنية الرسمية. هي من المشاكل والمعوقات واللي راح تساهم في تدمير الزراعة بالعراق وبالمحافظة خصوصاً، لأن تدري محافظة الأنبار تساوي ثلث مساحة العراق. الآن التجريف اللي موجود، الأراضي الزراعية تتحول إلى وحدات سكنية، والوحدات السنوية تطور أفقي مو عمودي، يأثر على المساحة، يستغل أكثر، هذا راح يقلل الإنتاج الزراعي. ضعف الدعم الحكومي وعدم توفير المستلزمات الرئيسية للزراعة أضر بالعاملين في هذا المجال، ما دفعهم لهجرة أرضهم وتركهم مهنتهم التي توارثوها. تشكل عملية تجريف الأراضي الصالحة للزراعة ظاهرة خطيرة في الأنبار، تحتم على الجهات الحكومية وضع قيود صارمة للحد منها عبر محاسبة المخالفين. من الرمادي إدريس يحيى، قناة الفلوجة. دعا أهالي ديالى إلى فتح ملف مشروع يسمى الرقم 1 الذي تهدمت على ضوئه عشرات المدارس بهدف إعادة إعمارها،
غير أنها تحولت إلى معالم مهدمة. إعدادية معقوبة إحدى تلك المدارس المتضررة التي تحولت إلى حظيرة حيوانات، تفاصيل أوفى عن تلك المدرسة الحظيرة في سياق التقرير الآتي. ارتفعت أخيرا المخاوف من انتشار الحمى النزيفية في ديالى بسبب العديد من المظاهر السلبية. إعدادية ديالى وسط معقوبة تتحول إلى حظيرة للحيوانات، وهي مثال لمشكلتين متداخلتين، الأولى قد تكون مصدرا لانتشار الوباء الدخيل، والثانية أنها تكشف عن ملف خطير. إذ هدمت هذه المدرسة عام 2011 لإعادة بنائها بصورة لائقة، إلا أنها تحولت إلى مكب للنفايات وملاذ للحيوانات. اليوم احنا موجه حمى النزيفيه وكلها متخوفه من عندها، ونشوف اليوم عداديه ديالى مربيه الاجيال تهدمت من بالاحداث 2007، اصبحت حظيره مكب النفايات وحظيره مربط الاغنام. هاي طلع هنا مو صحيح ربط هنايا، وتكرم الكلاب السائبه 24 ساعه هنايا، زين يعني هواي امور معتب هالمكان هذا بصراحه، وهنا خاصه البيوت اللي يعني بصف مثل ما يقول تكرم الزباله. اكثر من 170 مدرسه ازيلت لغرض اعاده بنائها قبل 10 سنوات ضمن مشروع يسمى الرقم واحد، الا ان نسبه الانجاز في هذا المشروع لم تتعدى 1%، لتفتح الجدل حول ملف شائك يحتاج إلى التحقيق. إعدادية ديالى ضمن المشاريع التي تم إحالتها ضمن مشروع رقم واحد، والبالغة 176 مدرسة اللي هدم وإعادة بناء المدارس. طبعا محافظتنا تحتاج إلى ما يقارب 600 بناية جديدة من أجل فك الازدواج والاكتظاظات الحاصلة في المدارس. مشروع رقم واحد تم إنجاز فقط 4 مدارس 100%. وتشير إحصائيات حكومية إلى أن ديالى بحاجة إلى أكثر من 600 بناية مدرسية لإنهاء حالة الاختناقات والدوام الثلاثي الذي أدى إلى تدهور التعليم في العراق. وبالإضافة إلى نقص المدارس وتردي الواقع التعليمي في ديالى، لتأتي مشكلة خطر انتشار الحمى النزيفية عبئا جديدا يضاف إلى ما يعانيه أهالي المحافظة. من محافظة ديالى عمر العبيدي، قناة الفلوجة. كركوك تقطع شوطا كبيرا في إعادة إعمار البنية التحتية الصحية بالمحافظة بعد استئناف العمل بمشروع المستشفى التركي بسعة 490 سريرا. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير. بعد توقف دام نحو 5 سنوات استؤنف العمل مجددا بالمستشفى التركي في كركوك. المشروع ذاته كان مقرراً أن ينجز في 10 محافظات عراقية، إلا أن المشكلات الإدارية والمالية وقفت حائلاً دون إكماله قبل أن تتدخل الحكومة المحلية في حلحلة إجراءات المشروع. احنا بالحقيقة عند دخول الإرهاب كانت نسبة الإنجاز تقريباً 25%. استئناف العمل أيضاً صار بطيء في قضايا الإجراءات الفنية والإدارية والمالية، لكن من خلال زيارتين متتاليتين من قبل حوالي شهرين أو أكثر لليوم أكو تقدم بالعمل واضح. الآن نسبة الإنجاز قريبة من 33%. المهم في ذلك أنه الإجراءات تمشي بشكل جيد، وهو طبعا مستشفى 492 سرير بكل ملحقاته. طبعا هذا موضوع ليس سهل. بسعة 490 سريرا سيكون المستشفى التركي، أي ما يعادل نصف عدد الأسرة الموجودة في كركوك حالياً، ووصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 33%، والمدة المحددة لافتتاحه ستكون نهاية العام القادم. العمل يمشي بشكل سلس، والتعاون من الوزارة ومن المحافظة ومن جهات المسؤولة، والحمد لله والشكر تقدم واضح مثل ما تفضل سيادة المحافظ، وأكثر من 33%، وإن شاء الله يعني نحاول نهاية 23 نسلم المستشفى إن شاء الله. كما سيرافق عملية إكمال المستشفى التركي بناء مركز تخصصي لأمراض الدم والأورام، وهو الأول من نوعه في المدينة، مشروع سيغني المرضى عن اللجوء إلى دول الجوار.
المستشفى يتألف من 9 طوابق تم إنشاؤه بنظام فندقي ويضم 12 صالة للعمليات الكبرى. المشروع يكتسب أهمية استثنائية لما له من خدمة علاجية سيوفرها لأبناء المدينة. لقناة الفلوجة عبدالله العامري، كركوك. ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأهم ما جاء فيها. مستعدون لإنهاء انسداد قصر السلام يقول البارتي، والثلاثي يؤكد ماضون بثبات صوب الأغلبية. البرلمان يضع اللمسات الأخيرة لقانون الأمن الغذائي، والعالم يحذر العراق من كارثة اقتصادية. ذوو الاحتياجات الخاصة يتظاهرون ضد قرار جائر تحويل مركز رئيسي لدعمهم إلى مول تجاري. خطر الحمى النسفية يتفاقم، الصحة تحذر 55 إصابة و12 وفاة منذ ظهور الفيروس. في ديالى صرح تعليمي يصبح حظيرة حيوانات، والسبب ملف متلكئ يقضي على عشرات المدارس. الفلوجة دوت تيفي للمزيد من الأخبار، كما يمكنكم متابعتنا وتواصل معنا على فيسبوك، تويتر ويوتيوب. في أمان الله، دمتم بعافية.